أهلا بكم إلى زوايا الحدث. أطلق مكتب الصحة بشبوة نداء عاجلا لإنقاذ الوضع الصحي في المحافظة، وطالب مكتب الصحة الحكومة بالتدخل السريع لتفادي النتائج السلبية لإلغاء عقود الأطباء الأجانب على الخدمات الطبية العامة في مستشفيات شبوة. جاء هذا النداء بعد قرار محافظ شبوة بإنهاء عمل الأطباء الأجانب في المحافظة. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نناقش الوضع الصحي في شبوة في محورين: الوضع الصحي في شبوة والمحافظات المحررة، وتداعيات تدهور الوضع الصحي على مستقبل الحياة العامة للمواطنين. إذن أصدر محافظ شبوة علي الحارث قرارا بإلغاء العقود مع الأطباء الأجانب في مديريات المحافظة في ظل وضع صحي كارثي، دفع بمكتب الصحة إلى توجيه مذكرة عاجلة للحكومة بهدف إلغاء القرار لما له من نتائج سلبية على المواطنين. نبدأ النقاش بعد التقرير. قبل شهر تقريبا أصدر محافظ شبوة علي الحارث قرارا بإلغاء العقود مع الأطباء الأجانب في جميع مستشفيات مديريات المحافظة. الأطباء الأجانب الذين واصلوا أعمالهم في بلد منكوب بالحرب دون استلام مستحقاتهم المالية لتسعة أشهر، قرروا الاستمرار بالرغم من إعلان الأطباء اليمنيين بالمحافظة اعتصاما مفتوحا، وذلك للضغط على الحكومة لدفع مستحقاتهم المالية. المحافظ وجد أنه لن يستطيع التكفل برواتب الأطباء الأجانب الذين أبوا إلا الاستمرار في مواصلة أعمالهم رغم توقف مستحقاتهم، فقرر أخذ القرار الأسهل حاليا وإنهاء التعاقد معهم. قرار حمل مكتب الصحة بشبوة على مطالبة الحكومة بالتدخل السريع والعاجل لتفادي نتائج إلغاء العقود مع الأطباء الأجانب على مستشفيات المحافظة. المدير العام لمكتب الصحة ناصر علي محمد وفي مذكرة أرسلها إلى وزارة الصحة أضاف أن قرار المحافظ إلغاء عقود الأطباء الأجانب سيؤثر سلبا على تقديم الخدمات الطبية في مستشفيات شبوة. لم يقتصر رد الفعل على ذلك، فقد اعتبر عدد من مدراء مستشفيات محافظة شبوة قرار المحافظ كارثيا. مدراء المستشفيات ومعهم أهالي المحافظة بدورهم ناشدوا الجهات المسؤولة ووزارة الصحة العامة بالتدخل لإنهاء كافة إشكالات الجانب الصحي الذي أصبح على وشك الانهيار، وازداد سوءا مع قرار المحافظ الأخير والذي سيضاعف من مأساة المواطنين الذين لا يجدون تكاليف علاجهم داخل المحافظة، فكيف بتكاليف تجبرهم على البحث خارجها عن علاج أفضل ووضع صحي آمن؟ نبدأ النقاش مع الطبيب ربيع بامزعب في مركز الأورام في شبوة. أهلا بك دكتور ربيع. يا مرحبا، السلام عليكم. وعليكم السلام. لو نبدأ بالحديث أولا عن المشكلة القائمة بين السلطة المحلية في المحافظة ومكتب الصحة بخصوص الأطباء الأجانب، هل مستشفيات المحافظة وصلت إلى درجة الاكتفاء والجاهزية لتستغني عن الأطباء الأجانب؟ حياكم الله. أول شيء في البداية نشكركم الاستضافة، نتمنى لكم كل التوفيق في مساركم العلمي. طبعا المشكله اللي تريد اليوم هي تفاقمت منذ فتره، ولكن كانت تجد لها حلول بين لحظه واخرى. في النهايه وصلت الى طريق مسدود. طبعا في هناك مجموعه من الاطباء يمنيين واجانب متعاقدين مع اداره الصحه والسلطه المحليه. هؤلاء لهم ما يقارب من 9 شهور لم يستلموا مخصصاتهم المالية، وأيضا نحن في واحد في الأورام محافظة شبوة من ضمن هؤلاء لما يقارب 5 شهور. الجانب الإنساني خلانا نستمر الفترة هذه رغم مطالبتنا مرارا وتكرارا، ولكن وصلنا إلى طرق مسدودة مما جعلنا نلجأ إلى طرق المشروع للمطالبة بحقوقنا. بدأنا الاحتياجات أولا ومطالبات ويبنى وعود استمرت الوعود ولكن طال عملها. طبعا الوضع كارثي، الوضع الصحي في شبوة كارثي، وبالذات انا بتكلم على مركز وحدة الاورام اللي هو حالات عندنا تتطلب
بعضها متابعة وبعضها علاج بالخارج، وبعضها تطلب علاج إشعاعي أيضا غير متوفر. بالنسبة للجرعات الكيماوية نبدأنا الأخوة المستحضرين لكف السرطان بها جزاهم الله خير نشكرهم، لكن المشكلة أيضا في المدينة التشغيلية في الرواتب في الأجهزة التشخيصية. أخيرا نضغط على العلمين بدون باكبينة بعد طلبات ملحة. المشكلة دائمة حاليا ما بين الأخوة في دار الصحة والأخوة السلطة المحلية، ولا يخفى عن الجميع طبعا ننتظر إن كان هناك حلول لخدمة المواطن الشبواني. في الأخير فوجي أنا بأبغى العدول طبعا خطوة لن تحل المشكلة، لأن الوضع الصحي يتفاجم وفي ناس في الأرياف وفي ناس في الزراعة غير قادرين على السفر. فهذا الوضع بشكل مختصر، تمت معالجات أولية وعود ومضم أيضا واحد علي الأغراض، ولكن الآن لم ترنوا هذه الوعود وهذه المعالجات. طيب الآن بالنسبة للوضع الصحي في المحافظة، كيف يمكن وصف الوضع الصحي في محافظة شبوة؟ ما هي أبرز المشكلات الآن، وما هي ربما الضروريات الأهم والذي يجب الالتفات إليها ومعالجتها من وجهة نظرك؟ طبعا لا يخفى عليكم الوضع الصحي في اليمن عامة ومنها شبوة نقص في الخدمات الطبية في الأجهزة التشخيصية، تصور محافظة كامل لا توجد بها إشعاع رنين مغناطيسي، إشعاع مقطعية. أيضا نحن في وحدة الأورام لا توجد لدينا أجهزة تشخيصية مثل الماموغرام، أيضا لا يوجد مختبر حتى في وحدة الأورام، خزن مواد كيميائية حدث ولا حرج، أي سي يو وحدة العناية المركزة لا توجد أيضا بالمحافظة، تضطر لتحويل الحالات إلى الخارج لمسافات بعيدة. هناك منظمات تدعم، ولكن نحن لابد تكون هناك أساسيات مثل هذا الجانب، لأن هي هم الجميع. هناك قبل فترة كانت مناشدة يعني بعض الحالات بالسفر للخارج، ما بصرنا الأخوة فيها وجمعوا ما يقارب 1000 حالة محتاجة للعلاج بالخارج. لحد الآن أيضا لم ترى النور هذه الملفات مجمدة، ونظرهم أيضا حالات واحدة الأورام حالات مستعصية تطلب العلاج بالخارج. يعني حدث ولا حرج، الوضع كارثي. نتمنى من الجهات المعنية والمسؤولين السلطة المحلية أخذ هذا الجانب بعين الأهمية، لأنه مثل جانب أساسي وكل مرض أيضا ليس بعيد، الإنسان مقدر مكتوب عليه. طيب ساعد لك دكتور ربيع، اشرك معنا بالنقاش ايضا الدكتور عبد القادر بنافع مدير مستشفى جمال عبد الناصر في شبوه. اهلا بك استاذ عبد القادر. حياكم الله. في البدايه لو تعطينا صوره موجزه عن طبيعه الخلاف الان بين مكتب الصحه والمحافظ حول موضوع الغاء عقود الاطباء الاجانب في مستشفيات شبوه. والخلاف نتيجه عدم صرف رواتب الأطباء فترة 19، ونحن قدمنا بعصابات مع الأطباء، عصمنا أمام بيت المحافظ نطالب رواتب، وحصل الخلاف على حال المطلب. طيب السبب الرئيسي للخلاف مع المحافظ أننا نحن طالبنا برواتب الأطباء وطالبنا بعمل آلية لصرف الرواتب مش تتأخر لفترات طويلة. طيب أنت أحد مدراء المستشفيات في المحافظة، هل أنتم فعلا بحاجة لهؤلاء الأطباء الأجانب أم ربما هم يشكلون ضغط على ميزانية التشغيلية لقطاع الصحة في المحافظة؟ كل مستشفى مش محتاج للطبيب، كل المستشفيات محتاجة للأطباء، كيف نكون تحديدا الأطباء الأجانب هل يمكن الاستغناء عنهم واستبدالهم بأطباء محليين؟ إذا استطاع توفير الأطباء المحليين أو لا
تفضلوا نحن هم لازم يكون طبيب موجود يؤدي خدمه. وبعدين هذا الاطباء مش حديثي عاد من عام 2009 العقود هذه من عام 2009 وهي ساريه بين السلطه المحليه وكاس المعكسون هي اللي تجيب الاطباء على حساب النفط على حساب المحافظه على حساب ايرادات المحافظه. فهذول بالضروره وجود الاطباء. طيب من 2006 وعقود هؤلاء الاطباء الاجانب موجوده ويتم العمل بها، اذا نتحدث تقريبا عن 12 عام، لماذا لم يحصل مثلا تاهيل او استعانه باطباء محليين للتخفيف من الميزانيه والنفقات؟ يا سيدي من 2009 تفضل دكتور. العقد من 2009 وقرار من محافظه المحافظه وقرار من السلطه المحليه في المحافظه وتم على اساس هذا. مساله توفير او عدم توفير هذا مش مسؤوليه المستشفيات. نحن يهمنا انهم يوفرون للاطباء سواء محليين او اجانب. لا توجد رواتب للجميع. هو المشكله انهم اوقفوا رواتب الاطباء. مش اوقفوها يعني اخروها. والان القوا العقود. طيب هل وضعت اي بدائل ومعالجات ل يعني حين مثلا الغاء عقود الاطباء الاجانب؟ ما هي البدائل التي وضعت من قبل المعنيين؟ من المتسبب؟ لا ما فيش بدائل. نحن جانا تعميم بالقاء العقود على ضوء رساله المحافظ. طيب اعود للدكتور ربيع بابزعب طبيب في مركز الاورام، كلمه اخيره لك دكتور ربيع. كنت تتحدث عن مناشده ورسائل توجهها للجهات المعنيه. نعم حياكم الله واشكر الاخوه الضيوف. طبعا اكيد هذه المناشده لجميع الجهات والسلطه المحليه. الغاء العقود ليس حل. ايضا هؤلاء تكبدوا الشر، لهم اسر ولهم التزامات، فينبغي ان يتم صرف رواتبهم وشكر فوق ذلك بتحملهم هذه الفتره الطويله. بدلا من ذلك الغاء المكافات الغاء العقود، هل هذا هو حل؟ نحن نناشد السلطه المحليه والصحه ونخ في وزاره الصحه والقياده بالنظر لمثل هذا الامر بجديه واخذ الموضوع باقصى اهميه. عندنا في مصلحه للمواطن ولاهلنا جميعا، فنتمنى من جميع الجهات النظر في مثل هذا الموضوع وايجاد الحلول والمعالجات المناسبه لذلك. وطبعا احنا وحده الاورام يبذلون جهد الاخر وعلى راسهم الدكتور صالح المصلع الدكتور علي بوخال وجميع الطالب الفني. نشكرهم جزيلا ولخدمة أهلهم ولخدمة شبوة فقدمة جنودها إن شاء الله. شكرا جزيلا لك دكتور ربيع بامزعب طبيب في مركز الأورام في شبوة، شكرا جزيلا لك. وينضم إلينا من شبوة أيضا سينضم إلينا لاحقا أحد أبناء المحافظة ياسر صالح. أعود للدكتور عبد القادر بنافع. دكتور طيب أهم المشكلات التي تواجه المستشفيات في شبوة وترون أنه لابد من سرعة معالجتها الآن؟ أولا موضوع رواتب الأطباء. نحن نطالب صرف رواتب الأطباء المتأخرة للساعة 19. الشيء الآخر نطالب إلقاء قرار إلقاء العقود ونطالب تجديد العقود ونطالب وضع عالية بعد صفقة الرواتب بطريقة منظمة وشهرية أو فصلية على أبعد تقدير ويكون شيء منتظم. الشيء الآخر الاهتمام بالجانب الصحي، الاهتمام بالبنية التحتية، الاهتمام بالكادر وتأهيله، الكادر المحلي تطويره وتأهيله، والاهتمام بالجانب الصحي بشكل عام، بعد هيكلات بعض
اشياء في الجانب الصحي. طيب دكتور عبد القادر، نشرك معنا بالنقاش احد ابناء المحافظه ياسر الصايلي، اهلا بك اخي ياسر. اخي ياسر. انت تتابعون الازمه الان الحاصله داخل محافظه شبوة في القطاع الصحي، كيف تتابعون هذه الازمه وتداعياتها عليكم كمواطنين؟ اخي ياسر. طيب اعود مره اخرى للدكتور عبد القادر. دكتور عبد القادر، بالنسبه للسلطه المحليه، كيف هو مدى تجاوب مع السلطه المحليه مع مشاكل المواطنين الصحيه؟ يا اخي ما فيش تجاوب، تجاوبهم كان عكسي، كنا نتمنى انه اول ما نوصل عند الاخ محافظ المحافظه انه يقول سنعمل على صرف رواتب الاطباء او يصرف جزء من الرواتب المتاخره. لو اعطى جزء من رواتب المتاخره كنا رحنا الجزء الاخر الى فتره اخرى ونطالب الى ان يخلصها، لكن بدفنا به انه هنا متعنت ما عندنا. مش معقول محافظه شبوه بمواردها ان ما عندها مش قادره تدفع رواتب الاطباء. ما فيش تجاوب من السلطة المحلية في عالقة الأمور الصحية، وأكبر دليل تأخر رواتب الأطباء، والأكبر من هذا إلقاء العقود. ما سلفت إن مكتب أو سلطة أو دولة إنها تلقي عقود أطباء ولا توجد حلول سريعة. هو يلقي العقد عندما يكون البديل موجود، لكن هذا الوضع اللي مزعج الصحة وأزعج المواطن نفسه. المواطن نفسه، أنا أتلقى مكالمات هاتفية من كثير من المواطنين، ويجون إلى المستشفى كثير من المواطنين يقول يا أخواني أعطوا الأطباء رواتبهم. حتى المواطن مستاء من هذا، وعندما علموا المواطنين بإلقاء العقد ساءوا، وقالوا احنا ممكن نروح للظاهر في البحار ونطالب رواتب الاطباء. فبالنسبه للموقف السلطه المحليه ماكش مهتمه بدليلها عدم صرف رواتب الاطباء. اشكرك جزيلا عبد القادر بنافع، مدير مستشفى جمال عبد الناصر في شبوه. اعود مره اخرى للاخ ياسر الصايلي من شبوه احد المواطنين، اهلا بك اخي ياسر. اهلا اخي الكريم. كيف تتابعون الأزمة القائمة الآن بين مكتب الصحة والمحافظة فيما يخص إلغاء عقود الأجانب وتدهور الوضع الصحي داخل المحافظة، وما تداعيات ذلك على وضع المواطنين الصحي؟ في البداية أحييك وأحيي قناة بلقيس لاهتمامها بمثل هذه المواضيع، وأحيي الدكاترة الكرام الذين نقلوا الصورة من ميدان ومن مواقعهم كأطباء في محافظة شبوة. حقيقة الموضوع الذي تعيشه الصحة بشكل عام في محافظة شبوة موضوع سيء جدا للغاية، نظرا لأن الإمكانيات كاد منعدمة تماما، ومما زاد الطين بلة أن رواتب المتعاقدين وفي مستشفيات محافظة شبوة متوقفة منذ 10 أشهر، الآن يدخل لهم الشهر العاشر، ويعتصم الأطباء هؤلاء ومعهم بعض الأطباء الرسميين في مستشفى محافظة شبوة أمام ديوان محافظ المحافظة في المحافظة العاصمة عتد لأكثر من شهر كامل، وهم ينتظرون حلول لإيجاد رواتبهم المتأخرة والمتعثرة. فإذا بقرار آخر يصدره محافظ المحافظة للأسف الشديد نزل على الأطباء وعلى المجتمع وعلى كل من له علاقة أو بالاتصال بهذا الموضوع كالصائقة، هو إيقاف التعاقد الذي استمر لسنوات بين السلطة المحلية في المحافظة وبين هؤلاء الأطباء. العقود التي بين الأطباء والسلطة المحلية من عهد الوعي الأحمدي عندما كان محافظ المحافظة ما قبل 2011 و2010،
وأتى المحافظ الشهيد أحمد علي باحاج رحمه الله تعالى واستمرت العقود، بل زادت في رواتبهم وزادت في 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 أعدادهم. ثم أتى بعده المحافظ عبد الله علي فريش رحمه الله تعالى فأبقى العقود ودعمها وحاول أن تستمر في ظروف كانت صعبة ومعقدة جدا جدا جدا. ثم أتى الأستاذ أحمد حامد لملس إلى السلطة المحلية في محافظة شبوة واستمرت العقود. فتفاجأنا بعد وصول المحافظ علي بن راشد الحارثي بتوقف هذه العقود، بتوقف الرواتب ثم توقف العقود، وهذه تعتبر صاعقة. نزل الخبر كالصاعقة على المواطنين وعلى الناس وعلى أبناء محافظة شبوة، في أطباء أكساء لا يوجد لهم بديل، لا يوجد لهم من يحل محلهم في هذه المواقع التي يرتادونها. ثم يأتي المحافظ بدلا من أن يحل مشكلة انقطاع رواتبهم لتسعة أشهر. طيب كيف كان يمكن للمحافظ، ما هي البدائل المتاحة أمام المحافظ لحل هذه الأزمة إذا كان هناك رفض لقراره بإلغاء هذه العقود؟ الرفض موجود، ولدي معلومة بأن الأطباء ومسؤولي الصحة في محافظة شبوة سوف يلجؤون للقضاء ضد السلطة المحلية حول إلغاء عقود الأطباء. المحافظ لديه عديد من الفرص، لديه العديد من الموارد لكي يصرف رواتب الأطباء ويستمر العمل في المستشفيات التي تقدم نسبة بسيطة لخدمة المواطن في المجال الطبي. المواطن الشبواني لا يعتمد على مستشفيات الدولة إلا بنسبة بسيطة جدا جدا جدا، لأنها لا يوجد فيها إمكانيات، لا توجد أدوية، لا توجد أجهزة طبية. إذا كان محافظة شبوة على كبرها وعلى ما فيها من شركات نفطية وعلى ما فيها من موارد للدولة كبيرة، لا يوجد فيها جهاز أشعة مقطعية. محافظة شبوة لا يوجد فيها جهاز رنين مغناطيسي يتبع الدولة. نحن نضرب مثل محافظة شبوة بجارتنا مأرب، لماذا لا توجد مشاكل طبية في محافظة مأرب؟ لماذا مستشفيات مأرب تعمل على قدم وساق؟ لماذا محافظة مأرب التي هي بجوار ليس بينها وبينها إلا بضع مئات من الكيلوهات، يعني مستشفياتها تعمل بدون مشاكل بدون إشكاليات، الأطباء متوفرين، الأجهزة الطبية العملاقة الضخمة متوفرة، لماذا شبوة محرومة؟ شبوة فيها موارد يا أخي الكريم، شبوة فيها موارد تستطيع أن تغطي رواتب المتعاقدين، يستطيع السلطة المحلية أن تأتي بالأجهزة المعدومة في محافظة شبوة. المريض إذا أراد أن يعمل أشعة مقطعية لا يعملها إلا في مأرب أو في عدن أو في حضرموت، أو يطلع إلى صنعاء يتجشم عناء سفر وعناء تعب وعناء خسارة، أو ربما يذهب إلى الخارج وهو يريد أشعة مقطعية فقط أو يريد رنين مغناطيسي. المستشفيات الخاصة لا يتوفر فيها هذه الأجهزة التي لا تتحمل مصاريفها إلا دولة. نحن نحتاج إلى أن تتحمل السلطة المحلية مسؤوليتها تجاه ما يعانيه الأطباء، ما تعاني محافظة شبوة من إهمال كبير. هذا للأسف الشديد شيء مؤسف وشيء مؤلم أن تكون محافظة شبوة محافظة النفط والغاز التي فيها أهم ميناء ومنشأة غازية في الجمهورية اليمنية لا يوجد فيها جهاز أشعة مقطعية. نتمنى أن تصل مناشداتك أخي ياسر، أشكرك. أن تقطع رواتب المتعاقدين تسعة شهور، هذا شيء مؤسف ومؤلم والله، تقطع له القلب. أطباء بدلا أن نكرمهم وأن نشجعهم يقفون في أمام بوابة المحافظة يعني بشكل مقزز مؤذي، يعني يؤلم من في قلبه ذرة من احترام ومن تقدير لهؤلاء الأطباء الذين يؤدون رسالة ملائكة الرحمة. أشكرك جزيلا أخي ياسر الصالح أحد أبناء محافظة شبوة، وينضم إلينا أيضا من شبوة الأخ سالم يسلم منسق المستشفيات داخل المحافظة. أهلا بك أخ سالم. نعم. ما الحلول الممكنة لمواجهة هذه الأزمة؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أخي العزيز، أولا أرحب بكم وأوقفتكم هذه الجيلة مع الأطباء المحافظة شبوة، وهنا نحن نقدم شكرنا وتقديرنا إلى محافظة شبوة الذي أهدى جيليات شبوة بعد انتصار الذي استبشر به عبر هذه المحافظة بأن يقمد مستشفيات محافظة شبوة ويرحل أطباء بدون سبب يذكر إلا أنه عليه مديونية أو ما شابه ذلك.
هذه هدية محافظ شبوه يا عزيزي لأبناء سيلان وبيحان وعين الذين كدم عليهم الحوض 3 سنوات، أن يعطينا محافظ شبوه هدية، أن يلقي عبود الأطباء ل 11 موقع صحي. نحن كنا نتمنى بعد التحرير أن تزيد الخدمات الصحية وأن تزيد العطاء لأبناء شبوة الكرماء، لكن للأسف الشديد تلقينا يعني ألغاء العبود في ليلة واحدة، بينما العقد الذي بين الأطباء ومحافظة وسط المحافظة أن يشعر أحد الطرفين إذا رغب أن يلغي العبود ب3 أشهر، بينما محافظ المحافظة اتخذ هذا القرار دراسة إلجائية وفرديا دون رجع المكتب التنفيذي بالمحافظة، أمر شخصي ويلغي في ليلة واحدة دون يعني أي مضر قانوني أو حتى إيجاد البديل. نحن نطالب بإيجاد البديل، نطالب السلطة المحلية بإيجاد البديل، قام بإلغاء العبود، أين البديل يا شيخ المحافظ؟ طيب شكرا جزيلا لك أخ سالم يسلم، منسق مستشفيات محافظة شبوة، أيضا الشكر موصول لضيوف هذه الحلقة من زوايا الحدث. في ختام هذه الحلقة تحية طاقم البرنامج ومعد هذه الحلقة الزميل عبد الرقيب الأبارة، بأمان الله.